قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، يقولها كلها. هذا رد على الصوفية، انتبهوا، اللي يقولون الله الله هو هو هو، هذا ذكرهم، ما يقولون لا إله إلا الله، يقولون الله 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 هو هو هو، هذا أخص، اللي يقول هو هذا أخص من اللي يقول الله، واللي يقول الله الله أخص من اللي يقول لا إله إلا الله. ولذلك يسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة، هذا ما هو بذكر، الذكر لا إله إلا الله كلمة، أما هو أو الله هذه لا إله إلا الله هذه كلام، كلام مفيد مبتدأ وخبر، أما هو أو الله هذا ما هو مفيد، لفظ مفرد ما يفيد شيئا، تقول الله أكبر تعالى الله ما شاء، هذا ذكر نعم، لأنه كلام ما هو بكلمة، كلام، كلام مفيد. يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلام مفيد، أما الكلمة التي لا تفيد هذه لا تسمى كلاما ولا ذكرا ولا تفيد صاحبها. فقول الله جل وعلا لموسى قل لا إله إلا الله، هذا يرد على الصوفية اللي يقولون هو هو أو يقولون الله الله الله. نعم، قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، يقولها كلها كاملة، نعم، ولا يقتصر على لفظ الجلالة. يقولون ما نقول لا إله إلا الله لأننا نخاف نموت قبل نكملها، يقول لهم الشيطان لا تقول لا إله إلا الله يمكن تموت وانت ما كملتها، قل الله يكفي أو هو. نعم، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة. نعم، وهي أذكارهم الآن، أذكار الصوفية هي الله الله أو هو هو. نعم، كما يفعله غلاة جهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة. نعم.